قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. افتحوا معايا سريعا تيموثاوس دوا. تيموثاوس ده كان تلميذ، خلوا بالكم يقول ايه، الذي هو ابني الحبيب. ارسلت اليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب. بولس لم يربح تيموثاوس، واللي دارس الكلمه عارف دوا. افتح معايا اعمال 16:1: لكن سماه ابنه لانه عرف طرقه. ثم وصل الى دربة ولسترا اذ تلميذ. اذا تيموثاوس كان مؤمن من قبل كده ومربح على ايدين حد تاني، وكان ممتلئ بروح القدس. الناس دي كانت من الاول بتمتلئ بروح القدس. ربما كان بولس صلى له عشان يمتلئ بروح القدس، لكن كان تلميذ، كان بيتعلم الكلمه، لان هو قال له وضع يدي، اضرب من هو بوضع يدي. كان هناك اسمه تيموثاوس. اذا بولس ما سكتش، خده معاه وخرجه معاه في الخدمه وبدا يتلمذه. ما هو تلميذ، لا انا بس ليا طريقه، لان الباقيين لهم طرق متلوثة بالناموس، وهو كان يحارب فكر الناموس في الوقت ده. وعشان كده وجد حرب، وجد أمور فيها اضطهادات من اليهود ومن المؤمنين، لأن المؤمنين نفسهم كانوا متمسكين بالناموس كتير. عشان كده الكتاب بيتكلم عن أن يوجد طرق أنت محتاج تفهمها، تعرفها، تسلك بيها، عشان تبقى الأمور واضحة وتتحرك بيها. كل ما أنت بتدي للكلمة دور في حياتك، كل ما أنت بتبني زوي اللي أنت صارت لديك. كل واحد فينا أخذ حياة الله، لا يوجد شخص أعلى من التاني، لا يوجد شخص أقل من التاني. يبقى أن تستخدمها وتستعملها. لو استعملتها واستثمرتها بطريقة صح، سترى نتائج في حياتك. بالكيل أو بنفس المقدار اللي أنت هتديه من دراسة وفهم، بنفس المقدار هتحصل عليه وزيادة. فبالتالي أنت لست مدعو للتعاسة. حياة الله تنشط بالكلمة. أرى معاكم شاهد أخير عشان خدمة تانية. افتح معايا رومية 7. بعض الناس او كتير من الناس بيفتكروا روميا 7 بيتكلم عن شخص مؤمن. هنا بولس رجع يحكي عن ازاي المشكله كانت في طبيعه الخطيه اللي جوه الانسان. لا يوجد طبيعتين، تمام، وقف هنا على 8: ولكن الخطيه وهي متخذه فرصه بالوصيه انشات فيا كل شهوه، لان بدون ناموس الخطيه ميته. انشات فيا، افهم، كان بيتكلم عن شخص خاطي يسمع تعليم عن الشهوة فتنشط، لأن كان جواه قوة لفعل الخطية، لأنه كان الإنسان العتيق دوا هو اللي جواه فبينتج خطية. أنا بيتكلم عن إنسان غير مؤمن. اللي متضايق من الجملة دي يقرأ مقالة رومية 7 عليها، يتكلم عن المؤمن. أوكي، الإنسان ما فيهوش طبيعتين، ما فيهوش عتيق، في إنسان جديد، بس وذا الكل قد صار جديدا. أشياء العتيقة قد مضت أو رحلت أو ماتت، وهذا الكل قد صار جديدا. انا بعرف من كروس الثانيه 5. فانا بتكلم عن سر بيحصل في الاثنين. طبيعه اللي كانت موجوده جوانا زمانا كانت بتنشا جواها وتنشط عن طريق انها تعرف. هكذا الطبيعه الجديده اللي جوانا تنشط كل ما تعرف، فاعكس الكلام. ولكن البر اللي جوانا وهو متخذ فرصه بالوصيه ينشئ جواك كل روعه، لأن بدون ناموس الخطية ميتة، أي سيظل الروعة اللي جواك ساكنة لا تتحرك. سريعا أقرأ معاكم 5:17 و21 عشان نفهم زوي في الحتة دي. إذن الكلمة هي اللي بتنشئ جواك. لو أنت قعدت تلهك فيها تنشئ جواك ما لديك أوريدي طبيعي من طبيعة رائعة.
لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة. ولفظ سا مش دقيق. سا بولس كان بيستعمل لفظ أو بيستعمل صيغة الحجة والبرهان اللي خلى ده حصل يبقى ده هيحصل. مش معنى كده أنه لسه ما حصلش، لكن بيتكلم بصيغة الحجة والبرهان بمعنى أنا محايد ولا طالما أنا مصدق أن ده حصل، ليه ما صدقش أن ده يحصل؟ لو أنا صدقت أن آدم الأول أخطأ فأثر علينا، وده اللي بيقوله، إن كان آدم الأول أخطأ فأثر علينا وإحنا كلنا صرنا خطاة بسببه، ليه ما صدقش أن بطاعة الواحد يجعل الكثيرون أبرار؟ أوكي، فأنا بقول إيه؟ يملكون في هذه الحياة ruling and draining in life، جاي كده في ترجمات تانية ruling and draining، يملكون ويتسيدون ويتسلطون في هذه الحياة كملوك. ولفظ الحياة أي بالحياة في ترجمات تانية أي بزوي، يملكون هنا على الأرض بهذه الحياة الإلهية. الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر، إحنا يملكون. فهو بيقولها بتشابه، إن كان بخطيئة الواحد ملك الموت، ليه مصدق دي مش مصدق دي؟ ليه مصدق إن آدم الأول أثر عليك مش مصدق إن آدم الثاني اللي هو يسوع يؤثر عليك؟ ليه مصدق دي مش مصدق دي؟ زي ما دي حصل وأنت مالكش يد فيها، وأنت دي حصلت مالكش يد فيها، بهذه البساطة. كمل قراية بعد كده بيقول فإذا كما بخطية واحدة بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس دينونا، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. إذا أنت مصدق دي كده، لأنه كما بمعصية إنسان واحد جعل كثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل كثيرون أبرار. مش سا، لكن بيتكلم بلغة الحجة والبرهان. سا دي معناها اللي خلاني مصدق دي حصلت، دي بدي هتحصل، مش معناها إنها لسه ما حصلتش. فاهمين ولا لأ؟ أوكي؟ بعد كده بيقول إيه؟ وأما ناموس فدخل لكي تكثر الخطية. مش واضحة في العربي. أما ناموس فدخل لكي تظهر بشاعة وكثرة الخطية، ولكن حيث زادت بشاعة الخطية وتأثيرها ازدادت النعمة جدا. الناس بتطلع الشاهد دوا للأسف يقول لك آه المنطقة دي فيها خطية، فيها مخدرات، المنطقة دي فيها دعارة، وحيث زادت الخطية هنا تزداد النعمة. مش ده اللي مقصود في الشاهد ده. يقول لك على قد ما الناموس، لأنه لو أنت قريت بعديها هيشرح كده في سبعة رومية سبعة، بيقول إن الناموس هدفه يظهر بشاعة الخطية، وليس إن كثرة الخطية. يعني هنا في عصابات فهنا النعمة هتزيد، وتبص ما تلاقيش في نعمة في المكان، هتلاقي في دمار. فهنا بقى إساءة استخدام الشواهد الكتابية بسبب عدم فهم العربي، لأن العربي له يعني اليوناني هو الأدق في الحاجة دي. لكن حيث زادت بشاعة الخطية، إذا كنت بتبص عليها بقوة كده أنها بشعة، أعرف أن يوجد أقوى منها في التأثير اللي هو النعمة. بص بقى 21، حتى كما ملكت الخطية، أتكلم عن زوي، حتى كما ملكت الخطية في الموت. إحنا عندنا اثنين معطيات هنا، خطية وموت، صح؟ مركزين معي؟ هكذا تملك، وراح جاب ثلاث معطيات، تملك النعمة بالبر، يبقى نعمة بر حياة. يعني ايه الكلام ده؟ في ثلاث معطيات، حتى كما ملكت الخطية في الموت، او في اتموسفير الموت، او في مملكة الموت. ترجمات تانية جايبها كده، مراجع يوناني جايبها كده، حتى كما ملكت الخطية مستغلة جو الموت اللي داخل الارض، سادت الخطية على الارض. هكذا زي ما مصدق دي حصلت، ليه ما تصدقش ان ده يحصل على حياتك وفي حياتك؟ بيقول ايه بقى؟ تملك النعمة بالبر للحياة. كنت اتوقع يقول ايه؟ عكس الخطية بر، خطية معناها غلط، بر معناها صح، ده اليوناني. فاتوقع يقول لي ايه؟ الخطية قصادها بر، هو زود كلمة نعمة. واتوقع يقول ايه؟ في الحياة مش للحياة، صح؟ انا بقولها شبه اللي فوقيها، معلش. حتى كما ملكت الخطية في الموت، أتوقع أقول إيه؟ حتى هكذا تملك، أي يملك البر في الحياة، صح؟ رأى ليه؟ لا، تملك النعمة بالبر للحياة. عايز يقول عشان تعيش دوة أنت محتاج النعمة دي، بمعنى أنت محتاج إيدين الروح القدس.
انت محتاج القوه الخفيه وراء الامر دوا، هي الطبيعه الالهيه اللي جواك. النعمه اللي وراء طبيعه البر دي هي قوه الروح القدس وراك. وليه ما قالش في الحياه؟ قال للحياه عشان انت لمخرج للحياه دلوقتي، انت مطلع الحياه على بره، انت البروديوسر، انت المنتج دلوقتي. الاولى انت مفعول به، الثانيه انت اللي فاعل. الكلام شويه صعب. الخطيه ملكت في الموت. اوكي، يعني ايه؟ قبليها بيشرح بيقول بخطيه الواحد دخل وملك الموت. اوكي، واحد عمل خطيه فدخلت طبيعه الموت اللي هي بتاعت ابليس. عشان كده احنا محتاجين نفهم اصح كله عشان نفهم الايه دي. اللي متابعين معانا المؤتمرات هيفهموا اكتر دي. كما انسان واحد دخلت الخطيئه للعالم بالخطيئه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. اجتاز اي سيطر، لفظ هنا اجتاز بقي سيطر على الكل. الموت ده طبيعه ابليس، وهي ستايل. ده السبب سفر الرؤيا كتاب المقدس بيقول وطرح الموت والهاويه في البحيره المتقده. الموت ده سيستم شيطاني، موت مشروع، موت خلية، موت عضو، ده سيستم شيطاني. الرب تعامل مع أي حالة فيها مرض أو فيها نكبات وكوارث، تعامل معها أنها حاجة لها دعوة بعالم الروح. لما وقع المبنى قال لهم إيه؟ إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الناس بيقولوا المبنى وقع وناس ماتت، الرب كان بين إيديه يقول لهم إيه؟ الناس بتغش في المباني، وصفت تلاقيه رفع له الدورين زيادة وداهم تحليل علمي هندسي، قال لهم شكرا. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الموضوع ليه دعوه بالخطيه. فرب كان بيروحن الامور. انا بقول ده عشان في ناس ما بتحبش تدخل الامور الروحيه في اي حاجه في حياتهم، وفي اللي بيدخلها اوفر بزياده في حاجات غلط. لو الميه قطعت تقعد تنتهر الحنفيه. لا، لا تنتهر الحنفية، ممكن تنتهر أرواح اللي على ذهن الراجل اللي هو قطعها، ممكن يكون عطل في حاجة معينة. أوكي، فتصلي من أجل الناس دي تفهم تتصرف إزاي في الموقف ده. أوكي، فبالتالي ملك الموت أي معناها الطبيعة الشيطانية اللي دخلها على العالم ملكت من خلال الخطية والخطايا. فبالتالي بالبر، هنا في آخر عدد 21، البر هو طبيعة الصح اللي جواك، هي طبيعة زوي بس عمليا. بالنعمة بالبر للحياة، أي أنت مخرج الحياة دي بيسوع ربنا، أي النعمة اللي جعلتك بار، أنت الآن تقدر بالبر أي بفعلك للصح تخرج هذه الحياة للخارج. فبالتالي الأمر صار فولونتري أو صار انت لديك اختيار تعمله. الروح القدس ليس روح شرير، الروح القدس مش بيجبر الناس عشان تصلي بألسنة، الروح القدس مش بيقهر الناس ولا بينطق على لسانهم بالعافية. الروح القدس جنتل، محترم جدا. فانت اللي محتاج تخرج دوا عن عمد بعد ما تاخد الكلمة جواك في حياتك. عشان كده لن تسود في هذه الحياة وتشوف نتائج ما لم تفهم البر وتفهم عمل الروح القدس. وزي ما الخطية وجدت راحة براحتها في الموت، هكذا يملك نعمة الله تملك على الأرض من خلال البر أو الصح اللي الناس بتعمله، مش بالعافية. مش لاقي أقول لك الظروف تتصلح لوحديها، لا، أنت الآن فاعل وأنت مخرج لهذه الحياة الإلهية الأبدية بيسوع المسيح ربنا. عشان كده الحياة زوي، أنت الآن معطيها للآخرين في الميلاد الثاني، بتساعد ناس ثانية تتولد من الثاني، أنت معطي للحياة. كان آدم الأول نفسا حياة، آدم الأخير روحا محيا، هو معطي للحياة. خلونا نقف مع بعض نصلي دقايق. بابا بشكرك من أجل الروعة دي، وبشكرك من أجل حياتك اللي صارت فيا. أشكرك إنك اديتني حياتك.
هاليلويا. ليس مثلك، جعلتني من أهل بيت الله، جعلتني شريك الطبيعة الإلهية. أنا بسود في هذه الحياة، بتسلط في هذه الحياة على ظروفي، على مادياتي، على صحتي. ليس لإبليس مكان في حياتي، لا يوجد له قوة علي، لا يوجد مفعول للموت في حياتي، لا يوجد سلطان للموت في حياتي، لأنه هو أبطل وأباد الموت وأنار الحياة، أو جعل الحياة الإلهية متاحة في النور للبشر. يسوع هو الحياة الظاهرة في الجسد. هللويا. الحياة أظهرت، بنقول لكم عشان تكونوا شركاء معانا في الكلام دوت. هللويا هللويا. هي دي الحياة اللي بها نختطف بيها، إنه هيبتلع من داخلنا، تخرج حياة الله تبتلع هذا الجسد. أنت محتاج تفهمها، محتاج تتعلمها. بولس قال أنا رسول عشان هذه الحياة، أنا مرسل لغرض هذه الحياة، أن أعلمها للناس، أن أفهمها للناس. ده كان موضوع ضخم، مش موضوع وبس. هاليلويا. انظروا أية محبة أعطانا الآب. هاليلويا. حتى ندعى أولاد الله. شكرا لك يا بابا. اقتل المرض بروحك. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد. كلمة أعمال الجسد جاي معناها أي illegal transactions أو أي عمليات غير شرعية، استلمت حاجة من العالم وأركان هذا العالم. أنت فيك ملء الإلهية دلوقتي. وقف ضد دواء، قول أنا برفض هذا المرض في جسدي، أنا منتصر عليه، أنا في الحياة القاتلة للمرض، أنا في الحياة الإلهية، أنا مش إنسان عادي، أنا مش بشري. هللويا. هللويا. شكرا لك يا بابا. ابني روحك عن طريق الصلاة بالروح. صلي بالروح. اطلق صوتك في دوام. طلع صوتك. طلع حياة جواك. رب قال الكلام اللي انا بكلمكم هو روح وحياة. الحياة تخرج بكلمات، بتنقل بالكلمات. قالهم انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلمة لها مفعول على جسمك، لا مفعول على ظروفك، لا مفعول على مادياتك. اوه هللويا. ارفض تعيش في سطحية، اهتم بما تسمع. بالكائن الذي به تكلون يكلمكم بنفس المقدار اللي انت هتديه من دراسة وفهم، هتعود عليك الكلمة بنتائج ويزاد. هللويا. شكرا لك يا رب. لا أستهين بما أنا عليه، لا أستخف بما أنا عليه. بولس قال أنا مش هستخف ولا أستقل ولا أبطل نعمة الله، مش هخليها عاطلة في حياتي. هللويا. شكرا لك. أنا بختار أتعلم طرقك وأمشي فيها. هللويا.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.